طيب احنا معانا حاله موتور نيورون ديزيز اللي هو النوع اللي هو الاي ال اس اللي هو التصلب الدموي الجانبي، عشان يعني اسمه بالعربي غريب عن اللي احنا واخدينه في الطب. هي جت عملت علاج طبيعي عندنا. احنا طبعا هنا انا ماجستير دكتوراه علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. عايزه اقول لكم ما شاء الله التقدم. احنا كان في عندنا ضعف في عضلات الايدين الاثنين والكلام والبلع وعضلات رجليها الاثنين، وكنا خايفين ومامتها كانت قلقانه جدا ان احنا نفقد الحركه. عايزه بس اشرح للناس هو احنا كعلاج طبيعي هنعمل ايه في المرض ده. هو اصلا المرض طبيعته ان هو بيتدهور لوحده. طب احنا لما هنعمل علاج طبيعي هيحصل ايه؟ هي كان ليها اخ للاسف وما كانوش يعرفوا المعلومه بتاعت العلاج الطبيعي. فضلت حالته تتدهور لحد ما قعد على كرسي وما كانش فيه حركه وتوفاها الله من 4 سنين. طيب هي الحمد لله بفضل الله بحثت وعرفت انه مرض التصلب الجانبي الدموري او الـ ALS اللي هو نوع من انواع مرض الموتور نيورون ديزيز. احنا بنقول كل اسمائه علشان الناس اللي راحت لدكاتره وعارفين اسمه تبقى عارفه انه ليه علاج. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنواجهه. بمعنى ايه؟ لو العضلات بتاعتي مثلا، احنا العضلات بتاخد 5 جريدز من 1 و2 و3 و4 و5 اللي هو النورمال اللي هو احسن حاجه. طيب لو المرض ده خلى العضلات بتاعتي في جريد 3 اللي هو 3، طيب لو انا جيت عملت الجلسات خليت عضلاتي بقت تاني في جريد 4 يعني اتحسنت، فمعنى كده لما المرض هيجي يبدا يدهور هرجع تاني لجريد 3. لكن انا لو ما كنتش عملت الجلسات هبقى انا كنت جريد 3 اللي هو 3، هوصل لجريد 2 او 1 او بعد شهر الزيرو والواحد دول يعني قاعدين على كرسي متحرك. لكن لما انا ببقى كل فتره باجي اعمل الجلسات دي بعمل ايه؟ بحاربه. يعني زي ما بنحارب اي مرض من الامراض اللي هي بتتطور بسرعه. يبقى انا وظيفتي لما بعمل علاج طبيعي عند حد متخصص مخ واعصاب بيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا انه ما بخليش المرض يتدهور. ولو هو طبيعته متدهور لا انا بصده، لا انت مش هتوصل معايا. حتى لو جيت تدهور انا هكون اصلا بقيت معديه، فمش هتقدر توصلني ان انا ابقى على كرسي متحرك. طيب هنعمل دلوقتي تقييم قدامكم. احنا طبعا ما كانش يعني كان في صعوبه شديده في الحركه وكانت يعني ما كناش قادرين نتكلم، ما كناش قادرين نمشي، ما كناش قادرين نحرك ايدينا ورجلينا. هنتكلم الاول نقول بسم الله. وكان عندنا مشكله في البلع. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي قوي. ده كله ده كان صعب في الجلسه، وكانت مامتها واخوها كانوا هما اللي بيتكلموا نيابه عنها. طب نرفع ايدينا لفوق كمان 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 للجنب. كل ده ما كانش موجود لما جينا نعمل الاختبارات كده. صعب كده. الكوع تمام. الكوع التاني. الكوع التاني تمام. طيب احنا طبعا زي ما احنا شايفين واقفه كويس ومتحكمه. انا عايزاكي تمشي. تعالي تاني المشي عندي. نمشي. طب نرجع تاني. طب انا عايزه نفتح ايدينا ونقفل ايدينا. نفتح ونقفل. احنا على فكره بقالنا اسبوع تقريبا بس. احنا لسه في كورس 3 اسابيع. النهارده 7 يوم صح؟ النهارده 7 ايام بس ووصلنا النتيجه دي. احنا لسه الكورس 3 اسابيع، يعني احنا كده يعتبر في تلت الكورس ووصلنا لكده. الحركه ما شاء الله ماشيه لوحدها. احنا يعني مامتها ربنا يكرمها كانت قلقانه بتقولي انا مش عايزاها تبقى في حد بيساعدها وهي بتمشي، عايزاها تمشي لوحدها، هي ماشيه لوحدها. هنعمل اختبار كمان لانه ده كان طلب من مامتها. انا كنت بعمل الاختبارات قدامكم لايف مش كده؟ مش احنا عاملين الاختبارات لسه دلوقتي يا جماعه؟ نعم. انا عايزاكي تقومي تقفي لوحدك. ده كان طلب من مامتها في اول ما جات لي في الكشف.
قالت لي دكتوره رانيا انا عايزه ما اقومهاش، انا سني كده مش عايزه انا اللي اقومها من على الكرسي لما تبقى قاعده، عايزاها تقوم تقف لوحدها. فانا عملت الاختبار دلوقتي قدام مامتها علشان انا وعدتها ان شاء الله ان هي وهي قاعده على الكرسي هتقوم لوحدها. فعملت قدام مامتها، هي قعدت على الكرسي، نوع تاني انا مسيب ايدك اقفي تمام الحمد لله احنا لسه امين يا رب مستر امين امين ليه ما تحتاج لحد امين يا رب امين احلى حاجه في الدنيا دعواتك الحلوه دي ربنا يخليكي دي من بقك انت بقى بالذات زي العسل علشان اتكلمنا كويس طب قولي لها قولي لها بطي قولي لها بطي بتوجع تقول لي بني بتوجع طب قولي بطني بتوجعني احلى حاجه بنضحك عليه عشان بنضحك احلى حاجه الضحكه الحلوه هي كانت جايه اول يوم كانت بتعيط واحنا بنتكلم احلى حاجه نفسيتها الحلوه دي ونفسيه مامتها الحلوه دي عندي ودعواتهم الحلوه دي للدنيا كلها الحمد لله دي اللي طالعه من بقك زي السحر ربنا يزيدك خير يا رب وصحه يا رب ان شاء الله احنا طبعا حاربنا المرض بشكل كبير قوي في الاسبوع الاولاني ولسه معانا اسبوعين تانيين ما شاء الله احنا كده في تلت مده العلاج ووصلنا لكده ومكملين وهتمشي من عندنا احسن من كده يا رب ان شاء الله يلا نقول لهم باي باي ودعوا لنا لو سمحتوا تدعوا للسهير كلكم